يا ربي أنا شو سويت؟ المسكينة ما عليها أي ذنب، كيف سويت فيها هالشي؟ سامحني يا ربي، معقولة ما تعلمتي من اللي مريتي فيه يا زهرة؟ كيف بتقولي لأنه أمها ماتت؟ يا ترى كيف بدي أطلع من هالمحنة؟ يا ربي ساعدني. أحسن شيء الحقها، ارتكبت غلطة كبيرة، لازم خبر الحقيقة. وقف وقف. خير يا خانون؟ شوفي، ارجع لهنيك فورا، رجعني على المكان اللي أخذتني منه، أسرع شوي. أنا إجيت هذا الشهر، استنيني. أصحك تساوي شي بحالي. يا ربي أنا رح أحكي لك الحقيقة. ضل إلك حدا يا دلشاه، انت صفيتي لحالك بهالدنيا. ما في عندك ام عم تستنى رجعتك، ولا عندك ابن، ولا حتى عندك حبيب. شو في داعي لوجودك بهالدنيا؟ دلشاه دلشاه، ما أنا هون، هي راحت. انتي شو سويتي يا زهرة؟ شلون بتعملي هيك؟ يا ربي أنا شو سويت بهالمرة المسكينة؟ شو هالمصيبة اللي سببتها؟ يا ربي دخيلك. الأفضل اتصل بمحفوظ، هو أكيد بيساعدني. محفوظ، لا أنا رح أخذك لعند أمك، رح خليكي تسامحيني.